يعني مهما قلت مش هقدر اديه حقه ومش هقدر اقول عليه. نتمنى ان احنا ناخد خطوه بس من خطوات الكابتن حسن شحاته. انا شايف ان التكريم تجي متاخر. التكريم لا لا، يمكن التكريم جه في ميعاده. انا من وجهه نظري هذا التكريم جه في الميعاد اللي كان لازم الكابتن حسن. دايما احنا بننسى كل النجوم وننسى كل ناس كبار وننسى الانجازات وننسى كل حاجه، كل حاجه بتتنسى. ان يجي النهارده في هذا التوقيت ان الفيفا نفسها تكرم الكابتن حسن شحاته والدوري والنهارده يبقى تكريمه ببيته في مقر اتحاد الكره مره ثانيه، انا سعيد جدا بهذا الانجاز، ودافع لكل مدرب مصري ودافع لكل واحد بيشتغل في المنظومه ان باذن الله كل واحد يقدر ينجز ويعمل اللي عمله كابتن حسن شحاته هينال هذا التكريم.